تتواصل قوافل الجود والكرم، حيث قامت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم بتسيير قافلة غذائية ومالية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية. إيمانا منهم بقضية الشعب المصيرية العادلة الرافضة للاحتلال الأمريكي وأعوانه من آل سعود ومرتزقتهم، الساعية إلى نشر القتل والدمار بحق أبناء الوطن، أبناء مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء يواصلون دعم الجبهة القتالية بالمال والغذاء، مؤكدين مواصلة رفد الجبهة القتالية بالمقاتلين الأبطال حتى تحقيق النصر. القافلة مقدمة من أبناء حي الملعب ورسلان، مقدمة من جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية، والدعم للجيش واللجان الشعبية في جبهة القتال. ولوحظ في هذه التقديم في تقديم القافلة تفاعل كبير من الرجال والكبار والصغار من مختلف الأعمار. هذا القافلة تعبر عن الطفل والمرأة والطالب المدرسة والصغير والكبير، ساهموا كلهم في رفض الجبهات، وهي تعتبر رسالة إلى العدو أن نحن شعب صامت، وأن نحن لن نستسلم مهما كان، مهما طال الحصار، مهما طال القصف، فأن نحن ثابتون إلى أن نظفر بالنصر بإذن الله تعالى. أبناء المديرية أكدوا أيضا إيمانهم القوي على سواعد أبطال الجيش واللجان الشعبية المدافعين عن الأرض والعرض، مؤكدين مواصلة رفد الجبهة القتالية بكل ما يجودون، وعدم تعويلهم على المفاوضات الجارية بالكويت الذي يسعى مرتزقة آل سعود إلى إفشالها. في هذه الظروف التي دخلت فيها أمريكا إلى اليمن بقدميها، ولن تخرج بإذن الله إلا بتوابيت أو مجلجلة ذيولها بإذن الله تعالى، فإن الشعب اليمني أعلن جهوزيته بنفسه وبسلاحه وبأمواله، وهذه هي القافلة السادسة، وبإذن الله سنقدم القوافل من الرجال ومن الأموال ومن أولادنا، وإذا احتجنا سوف نقدم حتى نسائنا ستقاتل، لن يبقى يمني حتى نخرج آخر محتل من بلادنا بإذن الله تعالى. على العهد ماضون وعلى الوفاء باقون، وإن شاء الله سنكون الجنود الأوفياء لهذا الوطن ولله، ونعاهد الله والجميع والشعب أن نكون أوفياء وعند العهد بإذن الله. بتواصل دعم كافة أبناء الشعب لجميع الجبهات القتالية، يؤكد بما لا يدع مجال للشك رفضهم للرجوع إلى عهد الوصاية والتبعية الخارجية مرة أخرى، واضعين العزة والكرامة والعدالة المتساوية صوب أعينهم. لقناة اليمن، من اليمن، مروان العصامي، صنعاء.